مسلسل الادعاءات الإسرائيلية عن الأنفاق لا يتوقف، كانت آخر حلقاته بحق وكالة الأونروا، إذ يدعي جيش الاحتلال هذه المرة وصوله إلى شبكة أنفاق تحت المبنى الرئيسي للوكالة في مدينة غزة، ويزعم أنها مقر إحدى القيادات المركزية للمخابرات في حماس، وأنها كانت تستخدم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. الادعاءات الإسرائيلية التي تأتي ضمن الحرب الممنهجة على الأونروا، فندها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الذي أكد في بيان أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا رسميا بشأن النفق المزعوم، وأن الوكالة تركت المقر منذ 12 أكتوبر بعد تلقيها أوامر من الجيش بإخلائه، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لكشف حقيقة الرواية الإسرائيلية. مزاعم الاحتلال الإسرائيلي واتهاماته المتكررة للأونروا لم تبنى على دلائل، تقول تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الوكالة إنها لم تتسلم حتى الآن أي إثباتات أو أدلة على تورط موظفيها في الاتهامات الموجهة إليهم ومشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر، وطالبت المتحدثة السلطات الإسرائيلية وكافة الأطراف التي تمتلك معلومات مؤكدة توفيرها للجهات المكلفة بالتحقيق في القضية. مزاعم الاحتلال بوجود أنفاق داخل المستشفيات ومقار وكالات الإغاثة لم تتوقف منذ بداية الحرب، ليتضح مرة تلو الأخرى زيف الادعاءات الإسرائيلية، وأن كل ما يجري نشره هو تبرير لاستهداف هذه المؤسسات.